أنا اسمي محمد بن موسى وأنا عضو في مكتب الإعلام للبهائيين في تونس. أنا أستاذ جامعي وتونسي أباً عن جد ولي الشرف والافتخار ومحب للإنسانية ككل، محب كل إنسان. الساعة هذا احنا نفتخر بالنقطة هذه، مواطنين أبا عن جد، يعني توانسة، والبهائية موجودة في تونس من عام 1921، فتقريبا في 100 سنة تواجد للبهائية وللبهائيين في تونس، وهم بالطبع يعني فيهم أفراد، فيهم عائلات، فيهم حتى خامس جيل من التوانسة البهائيين. هم ناس يعني ككل الناس محبين لبلدهم، محبين الإنسانية، خادمين لشعبهم. يعني حضرة والله يتفضل يقول الإنسان اليوم هو الذي يقوم على خدمة من على الأرض كلها، فإحنا يشرفنا وإن نكون متفانين في خدمة الإنسانية فأين محل بهائي، كان في تونس، كان في موريتانيا، كان في أمريكا، كان في أستراليا، هو بالأكيد خدوم للإنسانية وخدوم للبلد اللي هو مقيم فيها. بعد الثورة يعني كان لنا الشرف أنه دعينا كبهائيين أنه نكونوا جزء لا يتجزأ من كتابة الدستور، وشاركنا في اللجان المتخصصة بالكتابة، وبالأخص اللي تعنى بالمواطنة، بحقوق الإنسان، بالمساواة إلى آخره، وأدلينا بدلونا وعطينا أراءنا وعطينا مقترحات وأفكار. يعني الأهم شيء بالنسبة لنا احنا ما هي قضية بين ظفرين طائفية أو منفعة ذاتية أو شخصية، بل هي الصالح العام. فأينما وجد الصالح العام هذا بغض النظر على الاختلاف والتنوع فإحنا يفيدنا، لأنه في ذات العقيدة البهائية مبدأ الوحدة في التنوع. يعني إحنا دعينا باش نكون شركاء في الحوار حول الحريات الفردية، ودعينا في العديد من اللقاءات، حتى أنه كنا سفراء للحريات، كان عندنا فيديو كبهائيين كسفراء للمساواة وللحريات، وهذا شرف لنا بالطبع. فالعملية دي بالطبع هي مشورة، هي حوارات، دعينا على أنه ما هو رأيكم، هل عندكم احتياجات، هل عندكم أشياء تحبوها بعينها بذاتها. بالطبع احنا دائما نسبق الصالح العام على المصلحة، مصلحة فئة معينة. يعني فكانت يعني احنا نعتقد أنه إن ظلم أي تونسي فهو ظلم للتونس الكل، بل قل فلنقل هو ظلم للإنسانية ككل. فأي فئة، إن كانت سودة، إن كانت بهائية، يهودية، لا دينية، شيعية، أي إن كان يعني دينية وغير دينية أيضا، فمبدأ احترام حقوق الإنسان هو أساسي. فما نعتبرهاش قضية مصلحة أو وكأنها هي كعكة وإحنا نحب ناخذ جزء من الكعكة، بل هي بناء وعي، بناء حس جماعي لتونس أفضل، لغد أفضل إن شاء الله. يعني عنا إحنا نشارك في فضاءات يعني يفتحها المجتمع المدني، يدعونا لها المجتمع المدني، اللي هي معنية بالمساواة بين المرأة والرجل، معنية بالتربية، معنية بحقوق الإنسان، معنية بالمواطنة، وأيضا نحن فعالين يعني مبادرين. ففتحنا العديد من الفضاءات اللي نستدعي فيها يعني ناس متنوعة المشارب، يعني من مسلمين، مشائخ، من قساوسة، من برلمانيين يكونوا شركاء يقدموا أفكار، من جامعيين يقدموا أفكار حول المواطنة، يقدموا أفكار حول أهمية التعايش. لأنه بصراحة يعني في الوقت الحالي من أكبر المشاكل والتحديات في تونس وخليني نقول في العالم العربي هي قضية التعايش. كيف نتعلم أنه نتعايش مع بعضنا البعض من غير ما يكونوا في مواطنين يعني بدرجة أولى بتراتبية تصنف، بل الكل يكون مواطن يعني شريك فعال خدوم البلد، يعني وعنده مقترحات بناءة. فكان لنا الشرف أنه شاركنا وبادرنا بلقاءات مثل هذه. ففي المغرب أنا كان لي شرف أني حضرت للقاء يعني شاركوا فيه البهائيين، واللقاء هذا كان رائع جدا. قدموا البهائية وقدموا البهائيين وقدموا نشاطهم وقدموا شنو يقدموا معنا بما يساهمون في بناء مجتمعهم، فهذا حاصل وموجود، وأكيد أنتم مش تكونوا على تواصل معهم إن شاء الله. فكرتنا أنه الأرض هي للجميع،
La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens, يقول حضرة بالله. فالأرض هي للجميع. فأيضا يتفضل حضرة بالله يقول تعاشروا مع الأديان كل الأديان بالروح والريحان. فهالمعاشرة هذه تقتضي أنه إن بنيت معابد إن شيدت معابد في العالم في الهند في أمريكا في ألمانيا في إفريقيا في كامبالا فهي للجميع الكل اللي يقرأ قرآنه اللي يقرأ توراته اللي يقرأ إنجيله اللي يقرأ أي كتاب اللي فقط يحضر للخشوع وللتأمل فهي مكان للجميع يعني بالطبع يعني إحنا يعني إحنا ما هو مانا جامعة منغلقة يعني الجامعة البهائية متكونة من مشارب عدة يعني فيها اللي أصله مسيحي وفيها اللي أصله مسلم وفيها اللي أصله لا ديني وفيها اللي أصله يهودي وفيها اللي أصله هندوسي وبوذي يعني حتى وإن كنا في تونس صحيح ما عندنا هندوسي وبوذي لكن حقيقة التعدد هذا المشارب الدينية موجود في تونس فكان لنا كانت عندنا مناسبة مؤخرا مناسبة عظيمة جدا يعني هي ذكرى ميلاد حضرة بهاء الله اللي هي عام 2017 تم الاحتفالية كبيرة على مستوى عالمي وكان لنا شرف كجامعة تونسية إنه عملنا الاحتفالية هذه في مكان عام في مكان يعني دعينا فيه شخصيات جامعية سياسية سفراء وزراء برلمانيين وشرفونا بالحضور في نفس الوقت كان عندنا يعني بمناسبة الاحتفالية العظيمة الكبيرة هذه كان عندنا مؤتمر صحفي دعينا فيه كل الصحفيين التونسة حضروا العديد منهم وسألوا أسئلتهم وعرفناهم في البعض اللي عرفنا بالطبع من زمان في البعض اللي ما كانش يعرفنا فتم التعريف بالجامعة البهائية بالدين البهائي والعديد من المقالات كتبت والعديد من الومضات يعني اللي توجدت في القنوات التلفزية والإذاعية بمناسبة الاحتفالية هذه أيضا بمناسبة الاحتفالية العظيمة هذه العزيزة على قلوبنا كان عندنا لقاء دعينا فيه يعني أمازيغ دعينا فيه يهود دعينا فيه جامعيين وقدموا مداخلات حول أهمية التعايش كان عندنا احتفال أيضا كبير بذكرى ميلاد حضرة الباب اللي هو المبشر برسالة حضرة بهاء الله فكل العالم البهائي في العالم سيحتفل وإحنا كتوانسة بش يكون لنا شرف إنه نحتفل واحتفال هذا بش ياخذ صبغة جد جميلة لأنه باش نربط يعني شخصية عظيمة جدا في تاريخ الدين البهائي وعظيمة جدا في تاريخ الإنسانية هي امرأة آمنت بهالرسالة العظيمة الجليلة الجميلة وآمنت أنه الإنسانية دخلت في طور جديد اللي يقتضي المساواة بين المرأة والرجل الطارة هي عالمة فقيهة في الدين شاعرة من عباقرة الزمان يعني ولدت في القرن التاسع عشر وكان عندها يعني أشعار وفهمت أنه مجيء الرسالة العظيمة رسالة حضرة بهاء الله أحدثت تغيير هائل يعني أنه خريطة الكون خريطة العالم الذهنية خريطة العالم الفكرية الاقتصادية السياسية والاجتماعية الثقافية ارتبكت يقول حضرة بهاء الله في آية قد اضطرب النظم من هذا النظم الأعظم واختلف الترتيب من هذا البديع الذي ما رأت عين الإبداع شبهه فهي انتبهت أنه مش ممكن وضعية المرأة يعني صحيح الأديان الأخرى اللي هي نعتقد فيها احنا تقدمت بالمرأة وبالمجتمع فما عاد نحكي احنا على وقت وما عاد نحكي على اضطهاد لكن تطلعات المرأة وتطلعات المجتمع هي أكبر فالمجتمع لازم ننظر له على أنه كالطير اللي عنده جناحين جناح المرأة وجناح الرجل مش ممكن يتقدم الطير إلا وإلا المجتمع إلا ما تصير هالمساواة الفعلية في الحقوق والواجبات فإيمانها بهاليوم الجديد بهالروح الجديدة هالروحانيات الجديدة خليها تخرج أمام الملأ تصور في إيران إيران عندها الزمن هذاك يعني إيران التعصب إيران الاضطهاد للمرأة فخرجت سافرة عن وجهها وقابلت الرجال وتحدثت معهم فكانت صدمة كبيرة لأصحابها فما بالك يعني للمجتمع الإيراني عندها لكن هي تقول في كلمة جميلة جدا 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 تقول فيما معناها يمكنكم قتلي ممكن تقتلوني يعني ممكن تعملوا فيه ما شئتم وبالفعل هي قتلت لكن مش ممكن أنكم توقفوا حركة التحرر المرأة وانعتاقها فإحنا شفنا بمناسبة الاحتفالية هذه بميلاد حضرة الباب ربط تحرر المرأة التونسية اللي هو انطلق يعني باكرا بروح الطاهرة هذه المرأة اللي أطلقت هالشرارة هذه في المجتمع الإسلامي كيف أنه تحرير المرأة كان عنده رصيد روحاني نحن نعتقد
آت من رسالة حضرة الباب ومن رسالة حضرة بهاء الله. عارف البهائيين حضورهم يعني ما هو رسمي لحد الآن، نتطلع أنه يكون في اعتراف رسمي إلى آخره بالبهائيين. يعني بالطبع احنا نعتقد في دولة القانون والمؤسسات، فاعتقادنا في دولة القانون والمؤسسات هذايا بالطبع يعني أنه احنا نساعد بلدنا ونساعد مؤسساتنا ونساعد قضانا ونساعد حكومتنا ودولتنا على أن تصل إلى هذا المستوى. بالطبع احنا لم نصل إليه بل نسعى إليه. ففي تونس احنا كبهائيين يعني في إطار الحقوق والمؤسسات طلبنا أنه يكون ثمة اعتراف رسمي بالجامعة البهائية في تونس. هم في وضعية جديدة، في سؤال جديد، يعني هم صادقوا على مبادئ الحقوق والحريات، دستور جميل رائع كتب، معاهدات دولية، فاليوم زمن التفعيل. يعني ممكن حتى اللي صادق واللي تعهد ما يتصور أنه في توانسة باش يجي يوم تطلب انها اوكي انتم تعهدتوا بهذا، صادقتوا على هذا، فجاء يوم التفعيل. فاحنا نتطلع ونتمنى انه دولة القانون حقيقة تفعل مش فقط للبهائيين بل لكل التوانس، شنو انتمائه يحظى بمواطنته، والمواطنة هذه تقتضي الاعتراف بالافراد وتقتضي الاعتراف بالتنظيم، لانه انسانية الانسان يقتضي انه يشارك تفكيره ماركسي ديني لا ديني، فإنسانية الإنسان أيضا تقتضي التنظم، فهي قضية وقت. يعني احنا على ثقة انه العملية آتية لمحالة سيصير الاعتراف بالبهائية وبالبهائيين كجزء كمكون من المجتمع. انا نتمنى أمنية لكل العالم انه يحل السلام، انه تحل الوحدة بين الناس، انه الناس تقبل التنوع، لانه ابنائنا اليوم هم سفراءنا في كل بلدان العالم، اللي يدرس في أمريكا واللي يدرس في قطر واللي يدرس في أستراليا واللي يدرس ما بعرف وين واللي يشتغل في البلدان الأخرى إلى آخره. فاليوم العالم أصبح متحد، فتحقيق السلام وتحقيق الوحدة وتحقيق التعايش هذا أمنيتنا، وأكيد مش أمنية فقط بل نحن بنات لهذا السلام، بل نحن بنات لهذا التعايش، لأنه لا مناص لسلام المجتمع بدون بناء التعايش وبناء الوحدة إن شاء الله.